مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل متابعي قناة يو تي في. أهلا بك. طبعا هو الموضوع لحد الآن احنا كل شيء تحت التجربة وتحت الدراسة، حتى بلازما الدم ما ثابتة فعالية 100%. احنا نعتمد على الأجسام المضادة، تتكون تقريبا ورا أسبوعين أو أكثر، تختلف من شخص إلى آخر. ننقلها من المتعافين إلى الأشخاص المصابين ونشوف ردة الفعل. ممكن بعض الأحيان يكون تحسس من النقل مادة، ممكن عوارض أخرى. أما بالنسبة للشق الثاني من المتاجرة، إحنا تعتمد هذا بشكل كامل على ضمير الإنسان. أنت تلقيت كل العلاج وبالمجان، أنت تلقيت كل الخدمات بالمجان. إذا أنت ما تفكر بنفسك، فكر أكيد بعائلتك، بأخوك، بناسك، بأهلك، ممكن ينصابون وممكن تتعرض نفس الموقف. عند النقاط المهمة احنا دائما نهتم بها هو موضوع الوقاية. السلاح الوحيد لحد هذه اللحظة هو الوقاية للخروج من هذه الأزمة. دائما ننظر لحد هذه اللحظة، نتابع مقارنة بالعالم على الأعداد. احنا الحمد لله وشكر ننظر من جهة أخرى، نشوف بأنه الأعداد الشفاء بدأت تصعد والإصابات نوعا ما بدأت تنخفض، وحتى الأعراض مثلا ما كانت ممكن الأعراض تطول من 5 أيام إلى 10 أيام، بعض الأعراض قمنا نشوفها همينة بدأت تقل. أنا برأيي الشخصي أشوف درجة الحرارة هم لها تأثيرا طبعا. طيب. وتشوف همينة مقارنة بالشوف بنغلاديش وشوف الدول الخليج، شوف نسبة الإصابات جدا عالية ونسبة الوفيات قليلة مقارنة طبعا بأوروبا. كذلك أكو شق ثاني، بأنه قمنا نشوف إحنا دائما مثل ما عرفنا فيروس كورونا هو دا يشتغل على الجهاز التنفسي، بدأت نشوف بأنه دا يصير هم أيضا بأعراض بالمعوية، هذا هم فالدليل بدأ الفيروس بدأ يضعف. طيب وحضرتك تتحدث عن الشفاء، وسؤالي لك يعني هناك حالات تماثلت للشفاء في مشفى الواسطي، أتحدث عن فيما بعد يعني أن أخذوا جرعة البلازما. احنا مستشفى الواسطي في الحقيقة هي مستشفى تخصصي، ما صارت كورونا. طيب. عندنا عدة مستشفيات صارت الكورونا، وتابعت أنا مع بعض زملائي. أكيد احنا قلت لك بأنه بعض الحالات أخذت بلازما وتشافوا، بس هو ماكو شيء مثبت 100% بأنه البلازما هو الحل الأمثل. لحد الآن كل شيء تحت الدراسة. طيب. لأن احنا عندنا تقريبا مصنفين هذا الفيروس، 85% هو يتشافى، عندنا تقريبا 15% تصير حالات حرجة وتكون بعض الأحيان للأسف مميتة. طيب أكثر الأعمار نشتغل نعم كل ما نعم دكتور، من هالأكثر الأعمار اللي يعتمد على الجهاز المناعي بشكل أو بآخر. طيب يعني ليس للعمر دخل لعمر الإنسان؟ لا أكيد عمر الإنسان إلا دخل. أنت تعرف كل ما يكبر عمر الإنسان كل ما يكون مناعته أقل، كل ما يكون معرض أمراض مزمنة، فشل كلوي، ضغط، سكر، هاي كلها تكون تأثيرا سلبا، لأن هذا المرض يشتغل على مناعة الإنسان. نعم. طيب. أكو فد موضوع من أحب أنا ذكره وجدا مهم. فضل. يعني إحنا دائما وزارة الصحة تحارب بحدها، فيعني أطالب كل من توفير درجات وظيفية. إحنا استنزفنا كل طاقاتنا، يعني عندنا إصابات أكثر من 800 طبيب، عندنا حالات وفاة للأسف. فمن الضروري لازم يكون دعم، مو بس وزارة الصحة تقاتل بحثة، دعم من وزارة المالية، دعم من الدولة، توفر وظائف ودرجات وظيفية للكوادر الصحية، يعني خاصة الخريجين الحديثين، لأن احنا بكل صراحة استنزفنا كل الطاقات. يعني مثل ما ذكرت لك إصابات بالجملة عندنا بالأطباء، يعني عبرنا حاجز 800 طبيب، أكثر من تقريبا 30 شهيد عندنا صار. فأتمنى كل من له معنى بهذا الموضوع أن يتابع هاي التوفير درجات وظيفية. نعم، ستصل رسالتك الطبيب المختص في مشفى الواسطي الدكتور ملهم الروديني. شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.